فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل نفهم من الأحاديث ومن كلام الإمام أحمد وجوب إلصاق المنكب بالمنكب؟ نعم، وما يسد الخلل إلا إذا صار المنكب بجانب المنكب، ليس بينهما فراغ. نعم. فضيلة لكن ما يشق على، يعني بعض الناس يشق على المأمومين فيدخل بينهم ويزحمهم ويضايقهم في الركوع والسجود، هذا التصاق ضار. ما الالتصاق اللي ما يضر؟ هذا سنة ومطلوب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.